إذا ننتقل معك إلى السودان، وبها نختم الجولة معك دكتور إبراهيم الصديق. ومنها نقرأ: المركز القومي للمناهج يقر بوجود خطأ في امتحان بالشهادة السودانية. أقر المدير العام للمركز القومي للمناهج والبحث التربوي دكتور معاوية السير قشي بوجود خطأ وصفه بالمطبعي في سؤال بامتحان التربية الإسلامية لطلاب الشهادة السودانية، في وقت دعت فيه هيئة علماء السودان وزارة التربية والتعليم لتوخي الدقة في صياغة الأسئلة بصورة عامة وأسئلة مادة التربية الإسلامية على وجه الخصوص لحساسية الأمر. وطلب رئيس الهيئة محمد عثمان صالح بأن تتصف الأسئلة بالواقعية واحترام عقول التلاميذ. أقر المركز القومي للمناهج بوجود خطأ في امتحان التربية الإسلامية نتيجة لخطأ مطبعي. دكتور إبراهيم، اللي يكشف عن ضعف المراجعة. والله انا اصلا ما ميال لانه الشهاده السودانيه نقول فيها ضعف، صحيح انه قد يكون في خطا صغير يعني، لكن العمليه بتاعت الامتحانات دي اكثر من 528 الف طالب وطالبه بيمتحنوا في مراكز اكثر من 142 مركز او اكثر من 42 الف مركز في مناطق شاسعه جدا وممتده وتقترب فيها ظروف امنيه واجرائيه وترتيبات وامتحانات وكل هذا العمل بيعطل، لانه عشان تعطي الشهاده السودانيه القيمه بتاعتها، القيمه بتاعتها بيسهروا عليها ناس ورجال وشباب ونساء بشغل كبير جدا. وفي شهاده السودانيه بدات من سنه 1962 وقبل كده بدات سنه 1905 في كليه غردون، لكن كل هذه الفتره كانت اتخذت القيمه المصداقيه العاليه بتاعتها. فبالتالي الاخطاء الصغيره بتاعت الاخطاء المطبعية بترد، لأنه بكون الامتحان بيضعوا واحد براجع الشخص الثاني، ما بكون المراجعة فيه كثيرة فيه، فما بقلل من القيمة الأساسية للامتحانات ولا بقلل من الجهد الكبير اللي بيقوموا به الناس، وده ما معناه أنه الناس مفترض تركز فيها. لكن في الإشارة الثانية هو المحتوى اللي نحن بنعمله، ضعف المراجعة نفسه، يعني قصدي المحتوى الأسئلة وشكلها وطريقتها، لأنه في قضية بتاعت التربية الإسلامية كان الحديث حول بعض الأسئلة حول الميراث وكانت بتتطلب تفكير، وده بيخلينا نحن نراجع العملية التربوية بتاعتنا، هل هي العملية التربوية عملية بتاعت تلقي ولا عملية بتاعت تلغين؟ لأنه في كثير من الأحيان إذا أنت طالب من الطالب في الامتحانات انه هي جاوب بتفكير، مفترض انك درسته بطريقه بتاع التفكير التلقي بتاعه، واذا درسته طريقه بتاع التلقي حقه انت تديه الاسئله بتاعته بتاع التلقي. فدي الاشكال في المحتوى وليس في العمليه التربويه. والخطا بيرد خطا صغير وخطأين وثلاث خطط، لكن ما بتاثر من القيمه الكليه. لكن انا افتكر انه النقطه الجوهريه فيه ان احنا نراجع الطريقه ان احنا بنعمل بها العمليه التربويه بتاعتنا، هل هي عمليه التلقي المعرفي بتاعنا، هل هو عمليه بتاع التلقين، وهو عملية بتاع التفكير. لأنه مرات نحن محتاجين نحرك المستوى الإبداعي في الطفل والذهني بتاعه والمراجعة بتاعته كده. والواضح أنه والله المنهج الآن نحن بنشوفه في أولادنا وأبنائنا هو أكبر من أنه يخليهم يفكروا، لأنه فيه مستوى كبير جدا من التلقين، فيه حشو كبير جدا، فيه مواد كثيرة جدا، وفيه جهد برهق الطلاب بشكل ضخم جدا. فأفتكر أنه دي النقطة الجوهرية حقه نحن نناقش فيها. طيب مع عدم دقة المراجعة التي حدثت في الامتحان التربية الإسلامية تحديدا، يعني حتى وإن كان في كم شخص يعني يقوم بالمراجعة وكانت هنالك عدم دقة وعدم قدرة على صياغة الأسئلة بطريقة هي التلقين أم هي كان في تفكير أو فهم، وكثيرين خاضوا في طريقة الصياغة هذه دكتور إبراهيم الصديق. بعد أسئلة الامتحانات جاءت أكبر من السن، يقولون ذلك يعني ليست لها كما قلت علاقة بالتلقين ولا التفكير، وإنما هي أكبر من السن حتى الطلاب. ما هي المعالجة التي ستلجأ إليها وزارة التربية والتعليم في معالجة هذا الخطأ؟ أنا رأيي الحياة زي دي بتبقى منصة لأنه نحن نراجع المنهج الدراسي بتاعنا، نراجع المنهج الدراسي وكلياته والمواد الموجودة فيه والمستوى بتاع الطلاب والمستوى بتاع العقول بتاع المستوى بتاع، لأن الطلاب نفسهم بيجوا يدخلوا مدارس صغار. يعني زمان كان بيكون من شرط الطالب يكون 7 سنوات، هسه في طالب بيخش 7 سنوات، الطلاب كلهم بيخشوا 4 سنوات 4 سنوات ونص 5 سنوات، بيخشوا في اوقات مبكره. فبالتالي لما يكون في الثانوي ديه ممتحنين على الثانوي بيكون اطفال صغار لسه في التجريب بتاعتهم. والوسائل بتاعت الاعلام والوسائل بتاعت القهوه الكثيره دي خلت الانشغالات كثيره من الراي العام، يعني بقى الناس ما مرتبطين، الاطفال ما مرتبطين بالمجتمع وحركته والمفاهيم بتاعته، بقوا منعزلين في البرامج بتاعتهم وافلام وكذا. فحكوا المسائل بتاعت نراجع المناهج كلها بحيث ان العمليه التربويه تتسق مع محيطها،
ما تكون منعزله عنه، صحيح كل انا افتكر انه كل سنتين ثلاث سنوات نحتاج نراجع المنهج، لانه كل سنه بتكون في متغيرات، في طرق تلقي جديده، الطرق بتاع التلقين نفسها بتكون جديده، الطلاب الشباب الصغار ديل بعينوا الواتساب وبشوفوا اللابتوب وبشوفوا الكمبيوترات وبراجعوا التلفزيونات وبشوفوا، وده كان زمان ما موجود، الان هو موجود، فان لابد ان نستصحبه معنا في العمليه التربويه بتاعته. إذن الأحداث أو الأخطاء التي تحدث في الامتحان، أسئلة الامتحان، وإذا كانت هي أكبر من سن الممتحنين أو غيره، تقودنا إلى يعني أن نبحث أكثر في العملية التربوية في السودان. ما هو المطلوب من الوزارة حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء؟ الوزارة عادة بتعمل تقارير بتاعت مراجعة كل عام، بتراجع الامتحانات، بتراجع الأخطاء فيها، بتعمل تقارير فيها، بتناقشوا فيها، وبتذكر إنه المعلمين عندهم خبرة كبيرة في المجال ده، والمناهج بتاعت ناس بختار رضا أيضا عندهم تجربة كبيرة في المراجعات فيها، لكن من الضروري إنه تتغير الطريقة اللي بتعد بها الامتحانات والطريقة بتاعت المناهج بشكل عام، بحيث إنه تكون في أكثر من جهة وليست اثنين أو ثلاثة، بحيث إن هنا يطلعوا على الامتحانات ويراجعوها، وعلى الأقل تخلي المستوى بتاع المصداقية بتاع الامتحانات السودانية ده مستمر. نعم، وصلنا إلى الختام دكتور إبراهيم الصديق، شكرا لك. حياك الله. شكرا لك. كانت هذه هي فقرتنا التحليلية مع الدكتور إبراهيم الصديق رئيس تحرير الصحافة. بعد الفاصل ننتقل معكم إلى الأخبار العالمية والإقليمية، كونوا معنا.